أوصى المشاركون في ملتقى الإعلام التربوي الخليجي الذي نظمته وزارة التربية والتعليم في إمارة دبي بضرورة بلورة رؤية إعلامية مشتركة لوزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، مؤكدين في نهاية الملتقى أهمية تعزيز التواصل بين الإدارات المسؤولة عن الإعلام التربوي خليجياً. وكان الملتقى قد عقد بمشاركة مديري ومسؤولي الإعلام في وزارة التربية والتعليم بدول الخليج على مدى يومين، تناول فيه المشاركون التحديات والرؤى المشتركة وتبادلوا الأفكار والخبرات والتجارب الناجحة في مجال الإعلام التربوي، كما بحثوا أهم إشكاليات عمل الإعلام التربوي وناقشوا كيفية إيجاد السبل الكفيلة بتنمية الوعي المجتمعي بالقضايا التربوية. لا شك أن الإعلام كان له دورا بارزا خلال السنوات الماضية في دعم خطط وسياسات واستراتيجيات التعليم، وكان له الأثر الكبير في اتخاذ القرارات والمبادرات والمشروعات، فالشكر موصول لأهل الإعلام والمؤسسات الإعلامية والإدارات الإعلام في وزارات التربية والتعليم وغيرها من المؤسسات التربوية. ولا شك أننا اليوم نمر أيضاً بمفاهيم متعددة فيما يتعلق بقنوات الإعلام والاتصال المجتمعي، فأدوات ووسائل الإعلام لم تكن كما كانت عليه بالسابق. أصبح اليوم لدينا وسائل في قنوات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والتويتر وغيرها، وهذه لها أيضاً قواعد وأسس في التواصل. فعلينا في إدارات الإعلام التربوي والوسائل الأخرى أن ندرك دور هذه الوسائل وأهمية استخدامها للربط بين الطالب والمدرسة والمجتمع، وذلك إثراء للعملية التعليمية وتعزيزا للسياسات والخطط التربوية. نتمنى لاجتماعكم هذا كل التوفيق. العلاقة بين الإعلام والتربية قديمة جدا، والكل في زمن مضى يلوم الآخر، الإعلام يلوم التربية بأنها مقصرة، لا تغذيه، لا يعني تتعامل معه بالشكل الصحيح، وكذلك التربويون كانوا يشتكون كثيرا، والعبارة الشهيرة التي دائما يرددها التربويون نحن أو الإعلام يهدم بالليل ما نبنيه بالصباح، يقصدون الإعلام الذي كنا جميعا نشاهده فقط بالليل وهو التلفزيون. الآن تغير الوضع، الإعلام ليس فقط تلفزيون، الإعلام أصبح في جيوبنا، ولذلك بدأ الحديث عن ما يسمى بالتعلم المتحرك الموبيل ليرنينج. فالمسألة تطورت وتغيرت كثيرا يعني، فالعلاقة بين هذين المكونين علاقة إما أن تستمر في التأزم أو تبدأ في الالتقاء. أنا أعتقد يعني المسؤولية بالدرجة الأولى هي مسؤولية التربويين الذين يجب أن هم يعني يبادرون، هم الذين، لأن مسألة محتوى في النهاية. الإعلام هو وسيلة لكن المحتوى هو الذي يجب أن يكون. لذلك مكتب التربية العربي وانطلاقا من في عام 2008 تقريبا أطلقت مبادرة من قيادات دول الخليج،
ملوك وسلاطين ورؤساء وعمراء دول الخليج ودول مكتب التربية العربية دول الخليج أطلقوا هذه المبادرة بمشروع أسموه في ذلك الوقت الثقافة الإعلامية، وكلف مكتب التربية العربي بأن يعني تخيلوا هذا الموضوع تناوله قادة هذه الدول استشعارا، وأيضا من وقت ليس بالقصير، استشعارا بحجم المشكلة بخطورة المشكلة خاصة في تناميها وتسارعها وتعقدها. لذلك يعني كلف مكتب التربية بهذه الدراسة، ومكتب التربية درس يعني أخذ بعض الدراسات الأولية فيها، ثم يعني بادر في البحث عن جهة تقوم بهذه الدراسة في تطوير الثقافة الإعلامية. ولذلك هذا العنوان الذي أمامكم هو الثقافة الإعلامية في دول الخليج العربي في التعليم العام. في عام 2009 أجري الدراسة الذي تراكم خلال سنة 2009 الذي تراكم في سنة واحدة يعادل ما تراكم من معلومات منذ خلق الله البشرية. تراكم المعلومات في سنة واحدة يعادل كل التاريخ البشري مقابلة في سنة واحدة، والسنة الواحدة هذه تعتبر بسيطة يعني 2010 2012 وانت ماشي، فحجم المعلومات هائل جدا. لكن أيضا محتوى هذه الأقنية سواء الفضائيات أو النيو ميديا الإعلام الحديث يعني هو متحيز بالضرورة ثقافيا. يعني أنت مهما كان أي منتج ما في شيء اسمه عدم تحيز، يعني التحيز هو سمة من سمات البشر، سمة من سمات الإعلام الأساسية، فبالتالي هو متحيز بالضرورة ثقافيا. لن نتوقع واحد منتج أمريكي ولا منتج بريطاني ولا روسي ولا أسترالي ولا حتى من أي بلد آخر إلا أن يعكس ثقافته وهكذا. يعني ما أعتقد أنه في أمريكا يوم من الأيام بينتجون فيلم يعني متماهي مع ثقافة المنطقة. فيه إيجاب وسلب، لكن الأطفال والشباب أميلوا للسلب، يعني ما في شك أنه فيه إيجابيات كثيرة جدا، لكن تأملوا ماذا ينظر الأولاد والبنات. في الغالب لا ينظرون إلا للأشياء السلبية التي لا تفيدهم كثيرا. الأمة العربية الإسلامية قاصرة بل ومقصرة في إنتاج المحتويات الثقافية. إذا أنت هذا الإعلام متحيز، إذا أنه العناصر الضرر فيه هي أميل التي تميل إليها النفس، ونحن مقصرون في الإنتاج، الضحية أكيد وكذلك غياب التربوي عن الإنتاج ينتج غير تربويا، حتى لو أنتج في أي مكان فهو إنتاج يعني غير، بالتالي هناك أزمة كبيرة. فإذا نحن إما أمام علامة أن نحن نتعجب ونقف ونسأل هذا السؤال، علامة تعجب كبيرة جدا ولا نفعل. المتعجب هو الذي ينشده، وبالعامية نحن نقول يفتح فمه شوي ما يعرف، أو السؤال استفهام. الاستفهام هو أس المعرفة، فإذا الاستفهام والسؤال والبحث معناتها البحث، فالذي يسأل هو الذي يتحول إلى مسألة بحثية. إذن يعني نحن نتحدث كثيرا عن فجوة الأجيال وهي أكبر وأوسع وأعقد، عالمهم جديد ومختلف. أخواني أخواتي، كثير منكم شباب أصلا، كلكم أصغر مني، لكن الفجوة يمكن بيني وبينكم ما هي كبيرة، لكن الفجوة بينكم وبين أبنائكم مهولة. يعني أشياء يعرفونها أكثر مما نعرفها، مهاراتهم مصادرهم طرقهم كل شيء موجود واستطاعوا، لذلك أيضا طرقهم في التفكير. ولذلك أنا أعتقد أنه غير صحيح الذي يتهم الجيل القادم الآن يقول هو والله جيلنا أحسن من جيلكم. جيلهم أحسن، جيل الشباب الآن أفضل. لا ننظر من زوايا محددة أنه والله كان مثلا يحترم بعض القيم وكذا، ماشي ما زالوا يحترموا بعض القيم الأساسية، لكنهم هم أوسع في المعرفة، هم مهارات التفكير أعلى وأسرع، هم عندهم مهارات كثيرة جدا تختلف عنا بشكلها. إذا لا يقتصر الموضوع على معارف ومعلومات بل تعداه إلى طرق تفكير جديدة سلبا وإيجابيا. المشروع قائم على قضية أساسية، مشروع الثقافة الإعلامية في مكتب التربية العربي دول الخليج هو قائم على تطوير مهارات التفكير. أنت عندما تربي الولد على أنه يكون محمي من أثر هذه المحتويات الأقنية، فمعنى ذلك تربيه على مهارات اتخاذ قرار، مهارات النقد، مهارات التفكير.
هو إذا بتكلم عن أجهزة الإعلام التربوي في الوزارات ما أستطيع أن أقول هناك سلبيات، لكن قد يكون هناك شيء من التقصير، لأن أنا في تقديري أن موضوع الإعلام التربوي يحتاج إلى إعادة تفسير وإلى إعادة نظر إلى مفهوم الإعلام التربوي. للأسف في بعض الدول الإعلام هو أداة من أدوات تلميع شخصيات موجودة في أي وزارة من الوزارات، أو إبراز بعض الأعمال بصورة أكبر أحيانا من حجمها الطبيعي، أو الدفاع فقط عن يعني ممارسات أو أخطاء أو تهم توجه للمؤسسة. فأحيانا لازم يتغير مفهوم الإعلام التربوي. أنا في تقديري فهمي لموضوع الإعلام التربوي أنه أولا بالدرجة الأولى أن يرصد الرأي العام حول نشاطات التربوية والتعليمية، ويعالجها، يعملها معالجات وتحليلات، ويستنتج منها لخدمة مثلا صناع المناهج، لخدمة الموجهين، لخدمة الوزارة نفسها في كيف تتخذ قراراتها، فهي مصدر مهم جدا. فالإعلام التربوي هو بوابة أو حلق بريدج يعني بين المجتمع ككل وبين الوزارة. هذا جانب واحد، أنه يسمع ويحلل ويفيد الوزارة. الدور الثاني أنه يرسل رسائل صحيحة من باب مثلا التنوير، التوعية ببعض الأمور، إرشاد الناس إلى قضايا معينة تعليمية، توضيح بعض الأخطاء إن كانت موجودة، وهكذا، بحيث أنه لا يكون فقط مجرد دعائي وتلميعي. يأتي الآن الدور الأكبر للإعلام التربوي، ونحن نعيش الآن ثورة معلوماتية ضخمة جدا وثورة فضائية كبيرة جدا، لابد أن يمارس الأمر ويكمل الإعلام التربوي ما يقوم به صناع المناهج والمعلمون في الصفوف، بحيث أنه نعد الولد والبنت الأطفال لأن يكونوا يتعاملون بوعي مع ما تحتوي هذه الفضائيات وما تحتوي هذه الأقنية في الإعلام الحديث أو النيو ميديا كما يقولون. هذا وأكدوا في توصياتهم أهمية تبادل الزيارات بين إدارات الإعلام التربوي بدول الخليج العربية لتعزيز سبل التواصل وتبادل الخبرات فيما بينها، واعتماد يوم 28 من شهر مارس من كل عام يوما للإعلام التربوي بدول الخليج العربية، وذلك لتعزيز الدور المجتمعي لهذا الفرع المهم والحيوي من الإعلام.